انا من سكان هذه المدينه ميت الشركه ما اجتنا عم شري صهريج شري وكل 15 يوم حتى طلعنا صهريج وعنا خمس عائلات وعائله نازحه والحمد لله عم نشتري صهريج والصهريجه بتجينا بتوصلنا لهون بالنسبة لتغذية دار تعزي بالمياه كانت تتغذى سابقا من قرى عفرين من قرية الغزوية وبرج عبدالو كان عندنا غزارة مائية بحدود 320 متر مكعب بالساعة كنا نضخ بالصيف بحدود 22 ساعة وبالشتاء معدل شيء 15 ساعة ل 10 ساعة ل 12 ساعة كان معدل حصة الفرد في اليوم وسطيا أكثر من 100 لتر باليوم وهيدي يعني على المقاييس العالمية تعتبر يعني كافية وممتازة سبب انقطاع الخط بالشهر السادس سنة 2015 تسبب بأزمة مائية عنا فاضطررنا لإنجاز مشروع في دارة عزي حفر آبار عنا عنا سبع آبار في دارة عزي بين آبار مستأجرة وبين آبار محفورة لصالح الصالح العام الغزارة الحالية بحدود المية 180 متر مكعب في الساعة المتوفرة عنا ممكن توصل اذا كان تم تجهيز جميع الآبار توصل لل220 متر مكعب بالساعه هلا حاليا عندنا حصه الفرد لا تتجاوز ال35 لتر يوميا هذا الحد الاقصى عند يكون كل الآبار عامله عنا وهذا يعني من المعدلات المنخفضه يعني اقل من المستوى المقبول تعتبر وفقا للمقاييس العالميه عندك كمان صعوبه في توزيع المياه بسبب قله المياه، بسبب الطبيعه الجغرافيه لمدينه دارت عزه، مرتفعات منخفضات، مرتفعات منخفضات. فهذا الامر اضطرنا نقوم بانشاء خطوط اساله للمناطق المرتفعه حتى نقدر نغذيها بالمي، لكن ما قدرنا نكمل المشروع بسبب الكلفه الضخمه. الامر التالي عندك كمان كلفه ضخ المتر المكعب بسبب عمق الابار عم يكلفنا المتر المكعب الواحد بحدود 1.2 لواحد وربع لتر مازوت فهذا الامر جبايته بتكون مستحيله لانه بيشكل عبء كبير على المواطن وبدك فاتوره تلم من كل بيت بحدود 8000 ليره وهذا امر صعب على المواطن فاضطررنا نحن ان نوزع المي بالصهريج حتى يخف الاستهلاك للمواطن. خف الاستهلاك على المواطن هون ب... يعني بصير عدد ساعات التشغيل اقل، كلفه الصيانه اقل وبتؤدي الحاجه أق... الحاجه الدنيا يعني. نحن بنحتاج لمساعدات في كلفه تشغيليه حتى نفعل الشبكه ونوسع الشبكه بسبب التوسع العمراني، يعني كان عندنا عدد سكان سابقا بحدود 30 ل 35 الف، حاليا تجاوز 70 الف مع النازحين فضعف عدد السكان وانخفض انخفضت كمية الميل للنص يعني صار أقل من ربع عنا كمية الميل الحالية للمواطن فبنحتاج نحن إلى تقريبا سبعة كيلو متر بين خطوط إسالة جديدة وتوسعات شبكة في عنا كمان آبار بحاجة لتجهيز لازم تتجهز حتى نحقق يعني أقل شيء الحد الأدنى المطلوب للمواطن حاليا بسبب توقف الكهرباء عن المدينة وانقطاعها وارتفاع كلفة الضخ على المازوت كنا عن الكهرباء نحن نشغل للمواطنين نضخ على الشبكة لكن حالياً ما بنقدر نضخ على الشبكة بسبب الكلفة العالية فبنوزع المي بالصهريج حالياً للمواطنين ونحن كعاملين في وحده المياه قمنا والحمد لله بالحفاظ على هذه المنشاه الخدميه التي تخفف من معاناه المواطنين الا ان النظام المجرم ابى الا ان يدمر اجزاء منها فقد تعرض هذا المبنى وبعض المنشات المشروع الي عمليات قصف مركزه وفي بعض الاحيان كنا في يعني كنا بداخل الدائره والقصف كان يعني مثل حوالينا نحن في وحدة مياه دارة عزة نشكر جميع المنظمات والهيئات والفعاليات التي ساهمت في تخفيف العبء عن المواطنين بدعم مشروع المياه وحاليا الحمد لله رب العالمين نحن اطلعنا من شغلة انه نحن عنا ازمة مائية فنحن بدعم من المنظمات والهيئات ومديريات المياه الحرة انشأنا المشروع البديل المشروع البديل عن المشروع المتوقف عندما كانت المياه تأتينا من منطقة عفرين فنحن أنشأنا المشروع البديل والان قادرين ان نعتمد على انفسنا وذلك يحتاج الى او مجيء التيار الكهربائي او كلفه تشغيليه لتشغيل المشروع. والحمد لله رب العالمين المياه تصل الى جميع المواطنين وباسعار يعني شبه مقبوله.